بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم، واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، تحية صباحية عاطرة من رحاب برنامج ضحى القناة الذي يأتيكم من قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائري. سعيدة أنا وفريق العمل أن نترافق معكم في هذه الفسحة الصباحية الخدماتية وبرنامج ضحى القناة إلى غاية منتصف النهار. صباحكم توفيق وصباحكم إن شاء الله موفق على الجميع، وبداية أسبوع موفقة نتمناها للجميع، وخير ما نبدأ به هذه الجلسة كما عودناكم مشاهدي على فاضل. نذكركم ونذكر أنفسنا بورد من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. الحمد لله الذي إذا ذكرته ذكرك، وإذا شكرته زادك، وإذا توكلت عليه كفاك. صباح والمتوكلين على الرحمن الرحيم، صباحكم أمل وصباحكم توفيق. فلنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعن على ذكره وشكره وحسن عبادته. إذن مشاهدي الأفاضل، أولى خدماتنا الصباحية دائما كما عودناكم في برنامج ضحى القناة لمن يتأهب للخروج، خاصة هذه الأيام أيام عطلة لأعزائنا الأطفال. لمن يتأهب للخروج أكيد يستفسر عن حالة الطقس لنهار اليوم، ولكن أكيد بعد نهاية برنامج ضحى القناة حتى لا تفوتوا العديد من الأركان والفقرات التي تتراوح ما بين الصحة كذلك والإرشاد الديني والاقتصادي، فقرات مهمة مشاهدي الأفاضل في برنامج ضحى القناة. تحاول دائما هكذا أن نبسط مقاصد الشريعة الإسلامية كالنحية حياة، كما وصل الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لا تنسوا أن تصلوا على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن أولى فقراتنا الخدماتية أقول توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم بإذن الله تعالى. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، أينما كنتم. Thank you.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. اللهم اجعل خير أعمالنا الصلاة التي ترضيك عنا ومدنا بعون منك ومن أنفسنا وممن حولنا على أدائها برحمتك يا أرحم الراحمين. وكلنا مشاهدي الأفاضل تأتيه فترات ويحدث لديه ما يسمى بالفطور في الصلاة. العلماء لديهم نصيحة ووصفة لكي نتمسك بالصلاة، لأن الصلاة هي المنجية وهي الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الصلاة التي كانت عند الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، الاستغفار الدائم من الذنوب والدعاء: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذن مشاهدي الأفاضل، نرحب بكل من التحق بنا اللحظة إلى هذا الفضاء الخدماتي من برنامج ضحى. القناة نترافق بحول الله تعالى إلى غاية منتصف النهار، بقى من الفقرات والأركان إن شاء الله البداية تكون صحية مع الدكتورة زهرة كبير. إن شاء الله نتناول اليوم في فقرة افحصني الحمى وأعراض الحمى، هل الحمى هي مرض أو هي إشارة إلى وجود مرض داخل جسم الإنسان؟ إن شاء الله مع مائدة، نفتح إن شاء الله مائدة من موائد القرآن الكريم، وأستاذنا الفاضل فضيلة الشيخ حمدوش إن شاء الله راسلونا وتفاعلوا معه في الركن وعرضوا عليه تلاواتكم العطرة، والأستاذ إن شاء الله سيصحح الفقرة الاقتصادية كذلك مع الأستاذ بن يمينة. وإن شاء الله ختام الضحى نتدبر معا مشاهدي الأفاضل في قصص الأنبياء وقصصهم عبرة. إن شاء الله نواصل اليوم في قصة موسى عليه السلام، هي مجمل أركان وفقرات الضحى لنهار اليوم. ونتشرف كثيرا مشاهدي الأفاضل أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهاتف التي تمر أسفل الشاشة بين ألفينة والأخرى، شاركونا إن شاء الله في البرنامج اليوم. وتحية إن شاء الله خالصة لكل جاليتنا الجزائرية المقيمة في الخارج، نتمنى لهم إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع إن شاء الله مريحة. كذلك تفاعلوا معنا بإضافة دليل الجزائر 0213. البداية دائما أوفياء كما عودناكم لأعزائنا الأطفال وفقرة الرسوم المتحركة وغزوات الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إن لله وإن إليه راجعون. قد قتل أمير الجيش زيد بن حارثة، ثم قتل بعده جعفر بن أبي طالب، ثم قتل بعدهما عبد الله بن رواحة. والآن من سيكون أميرنا؟ من سيحمل لواء رسول الله؟ حقيقة لا أعلم، ولكن اللواء الآن مع ثابت بن الأرقم الأنصاري. ما أنا بفاعل، بل اللواء من حق خالد بن الوليد. لا، لا أخذه منك يا ثابت، وأنت أقدم مني إسلاما وشهدت بدرا، فأنت أحق به مني. والله ما أخذته إلا لك. هيا خذ، أنت الآن أميرنا وحامل راية رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. 100,000 من الروم، 100,000 من عرب الشام،
أمام 3000 فقط من المسلمين؟ لا شك أن النصر سيكون لنا وسيفنى جيش المسلمين عن آخره. نعم، إنها لأيام سعيدة تلك التي نحياها. ولكن ما دمت واثقاً من نفسك هكذا، فلما كل هذا القلق وكل هذه الحركة؟ لقد كادت رقبتي أن تلتوي في متابعتك. رقبتي؟ لا 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 لا، لست قلقاً، أنا فقط أخشى أن ينجو أحد من المسلمين بحياته فتكون خسارة كبيرة لنا. أم أن سر هذا القلق البالغ أن الراية أصبحت مع خالد بن الوليد؟ أنت بغبائك هذا وأسئلتك التي لا تنتهي سر قلقي البالغ. ألم تقل لي منذ قليل إنك لست قلقاً؟ اللعنة على الغباء. بالطبع يا زيد، أنا أشعر بالقلق الشديد. هل أنت واثق أن الراية الآن مع خالد بن الوليد؟ نعم، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك بعد الصلاة كما أخبرته، فقد أطلعه الله على سير المعركة، فلما كل هذا القلق؟ أنا أعلم جيداً تاريخ خالد العسكري، وقد لقينا منه قبل إسلامه ما لقينا، ولكن الرجل ما زال حديث عهد بالإسلام، فهل سيتبعه المسلمون؟ بكل تأكيد، وسيفتح الله لهم بإذن الله. تبدو واثقاً هكذا يا أخي زيدة، إن أمرك عجيب. ليس عجيباً، ولكني سمعت رسول الله يسمي خالداً سيفاً من سيوف الله، فهل يخطر ببالك أن يكسر سيف من سيوف الله؟ لقد أعز الله الإسلام بخالد، فقد قاتل اليوم حتى كسرت في يده 9 سيوف، لم يبقى إلا سيف يمني هو الذي صمد معه. ولكن الفارق العددي بيننا وبين المشركين كبير للغاية، ولا أعلم إلى أي مدى سنصمد. أعتقد أن أميرنا لديه خطة وسيفتح الله لنا بإذن الله. لقد سمعت أن الروم وعرب الشام يريدون إنهاء المعركة سريعاً، فلذلك هم يحشدون بكثافة لضرب قلب الجيش. ما رأيك يا خالد؟ إن هؤلاء لا يقاتلون في سبيل الله والآخرة مثلنا، بل يقاتلون من أجل المجد في دنيا زائلة، ولا أراهم إلا قد ملوا من القتال، وهذه هي فرصتنا. كيف؟ ولما كل هذا؟ اجعلوا ميمنة الجيش في مكان الميسرة، واجعلوا مؤخرة الجيش في مواجهة العدو، بينما مقدمة الجيش تعود للخلف. ولما كل هذا؟ عندها سيواجه العدو وجوها لم يرها من قبل، فيظن أن مددا قد جاء لجيش المسلمين، فيؤثر ذلك في نفوسهم ورغبتهم في القتال. حقا خطة بارعة. هناك جزء آخر من الخطة حتى تكتمل، أريد بعض الرجال ليتأخروا عن الجيش هاهنا. ولكن لماذا؟ نحن في أمس الحاجة لكل رجل. أنا سأخبركم. سيدي هرقل، ليس هذا هو الجيش الذي واجهناه بالأمس؟ لا شك أن مددا جاءهم من الجزيرة ليلا. ما زال عددنا أكبر ونستطيع أن ننهي المعركة اليوم. انظر يا سيدي خلف جيشهم، إن المدد عن هؤلاء المسلمين لا ينقطع. اللعنة. هل ستنجح الخطة ويظن العدو أن مددا كبيرا في الطريق إلينا فعلا؟ بإذن الله سينخدع العدو، هذا بالإضافة إلى أن خالدا قد أمر الجيش بالاستفاف كما ترى حتى يوهم العدو بكثرة العدد. الله المستعان. يا لها من خطة بارعة، ألم أقل لك إن خالدا هذا ليس سهلا؟ أعتقد أن مهمتنا هنا قد انتهت، فقد وهمت عزيمة الروم، ولا أظنهم قادرين على الاستمرار. لا 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 لا، ما زال فارق العدد مهولاً، وستؤخر هذه الخطة هزيمتهم فقط إلى آخر النهار، وبعدها أين ذهب ذلك الشيطان اللعين؟ لقد ذهب وتركني أكلم نفسي. إن أبا عمرو في غاية القلق على ولدي، حتى إنه ذهب لملاقاة الجيش بنفسه. الله أكبر،
ها هو أبو عمرو قادما على فرسه ومعه عمرو وعبد الله. أبشرا، فلقد نجحت خطة خالد، وظن الروم أن المدد قد جاء لجيش المسلمين فلم يكثفوا هجماتهم، وهكذا استطاع خالد العودة بالجيش سالما. ماذا؟ هل فر الجيش المسلم من المعركة؟ بل سماهم النبي الكرار، فالحرب كر وفر، وقد حقق الجيش هدفه وألقى الرعب في بلاد الشام، وعلموا أن المسلمين يستطيعون حماية رجالهم داخل وخارج الجزيرة العربية وليس في المدينة وحدها. وماذا فعل رسول الله عند استقباله الجيش؟ ما لك يا أبا عمرو؟ لماذا صمت؟ لقد سأل رسول الله عن جثمان ابن عمه جعفر، فإذا به 90 طعنة كلها في صدره رحمه الله، فحمله رسول الله بيديه الشريفتين وذرفت عيناه الدموع ودعا له ولأولاده: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إذن مشاهدي الأفاضل، نرحب بكل من التحق بنا اللحظة. أنتم تتابعون برنامج ضحى القناة من قناة القرآن الكريم 5 التلفزيون الجزائري. إذن بدون إطالة نبدأ على بركة الله عرض أركان وفقرات الضحى لنهار اليوم، والبداية الصحية مع الدكتورة زهرة كبير. نتحدث اليوم عن الحمى، هل هي مرض؟ هل هي تنبئ على وجود مرض داخل جسم الإنسان؟ متى نقول بأنه مصابين بالحمى؟ هي إن شاء الله أسئلة نحيلها على الدكتورة زهرة كبير في إفحص. إذن باسمكم جميعا مشاهدي الأفاضل نرحب بالدكتورة زهرة كبير. دكتورة صباحك سعيد مبارك وأهلا ومرحبا، صباح الصحة والعافية. أهلين أختي أمنا، صباح الخير عليك وصباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح الصحة والعافية، صباح الأمن إن شاء الله والتفاؤل يا رب. إن شاء الله يا رب العالمين. إذن نتحدث اليوم عن الحمى، هذا المشكل الشائع لدينا جميعا. بداية حتى نضع هكذا المشاهد في الصورة ونوضح الأمر، ما هي درجة حرارة الجسم العادية؟ بارك الله فيك. دعيني نقول اولا انه هاد الحمى الناس يعني تتخوف منها كما ذكرت وقلتي، خاصه بالنسبه للاطفال الصغار، لكن احنا دائما موضوعنا مع انه هناك طبيب اطفال يعني كل صبيحه السبت دكتور اسماعيل سعيد، اللي نحييه. هنا راح نركزوا اكثر على الكبار لانه باش ياخذوا الحصه ديالهم، وكذلك باش يكون مفهوم الحمى انه مختلف عند الكبار والصغار. اولا نقول انه درجه الحراره العاديه لجسم الانسان سواء كان رضيع بالغ يعني كبير في السن وحتى يعني ذكر او انثى هو 37 حتى 37.2، هم يعني ما نقولوش حمى او درجه حراره عاديه. كذلك كاين مفهوم اخر، الناس تقول انه عندي الحمى، هي ب 38 تقول عندي الحمى، انه تقول هناك حمى هناك ارتفاع درجه الحراره. كاين فرق بين ارتفاع درجه الحراره وحمى، ليس نفس الشيء. نقولوا انه ارتفاع درجة الحرارة حتى تلحق 39، 39 رانا في ارتفاع درجة الحرارة، فوق 39 نتكلم عن الحمى، 39.5 يعني تصل 48 41، كاين بعض الأحيان حتى أنه هذاك يعني مقياس الحرارة ما يقدرش ياخذ درجة حتى ما تكون عالية. وكذلك هذه درجة الحرارة أنه نقسموها من 37.2 أو 37 بدرجتين إلى 38، هنا شيء عادي، ممكن تكون في المنزل تدفئة زايدة، ممكن الإنسان يلبس لباس أكثر من مثلا تكون اليوم يوم مشمس ونلبسه يعني أكثر، نديره يعني لباس ونلبسه تريكو تاع يكون قطني أو صوف، وبالتالي كان نقيسه مباشرة الشعور بدرجة حرارة مرتفعة أكيد. دونك هنا هذاك الشعور كذلك بعد نفسره فيه أنه القياس ونتكلم على ارتفاع درجة حرارة أو حمى غير إذا قسنا، يعني عدنا المقياس، عدنا مقياس درجة الحرارة دائما باش نتكلموا على هذا المنبه ونقول أنه ماشي مرض، أنه هذا درجة الحرارة المرتفعة نتكلموا بأرقام أو المنخفضة. دكتورة زهرة،
بالنسبة للمنخفضة أكيد إحنا باش إنه المنخفضة هي شعور بالبرد وعندها حالة إنه ماشي هذوك الرجف أو الفخيصة، لأنه لما الإنسان يكون مريض وعنده درجة حرارة اللي تكون متعلقة بمرض معروف، لأنه إذا كان درجة الحرارة وحدها وما عندناش سبب معروف هنا يولي التخوف أكثر. كذلك نقول أنه مثلا 37.5 هي ارتفاع قليل في درجة الحرارة، ارتفاع قليل، لكن التخوف بالنسبة للمريض أو يعني إنسان عادي يقول لك عادي أنا كي نقيس نلقاها 37.5، لكن الطبيب راح يكون عنده مشكل هنا غير عادي بالنسبة للطبيب إذا كانت 37.5 وقعدت مدة شهر. إنه نعرفه ربي سبحانه خلق الجسم ديالنا يكون في درجة معتدلة هي 37.2، لكن 37.5 وأنا بالشهر في هذا الارتفاع هنا اللي لازم يستوجب يعني الاكسبلوراسيون ونحوسوا علاش كاين هذا. بغض النظر على انه المواطن العادي لما يصيب 37.5 يتقلق ويمشي للمستشفى ويقول خاصه بالنسبه للاطفال. طيب دكتوره زهر كبير، قبل ان نتحدث عن الاعراض والمضاعفات وما سبب ارتفاع هذه درجه الحراره، هل هناك تشخيص ذاتي لهذه لدرجه الارتفاع درجه حراره الجسم بغض النظر عن هذاك المقياس ربما الذي لا يتوفر لدى كل العائلات والاسر؟ لا هذا هو المشكل، انه نقول لازم يتوفر في كل بيت، لانه اذا المقياس هو الذي ضروري جدا يفصل. قولي لي انه نفصلوا شحال درجه الحراره، لانه الطبيب من درجه الحراره يقدر يعمل مع ديسين كلينيك ولا يعني نشوفوا يعني الحالات الاخرى، مثلا عنده درجه حراره زائد سيل الانف، درجه حراره زائد مثلا اسهال، هنا الطبيب يتوجه الى المرض، لانه درجه الاول حمى او درجه الحراره مرتفعه هي ليس بمرض، ليس بمرض، هي هو عباره عن منبه لمرض، والحمد لله انه موجود. هذا ما نقدروا نشخصوا مرض، لكن نقدروا نعرفوا الانسان يجي مريض يقول لك راني نشعر بسخانه، غيطلع لي سخانه، نحس انه عندي الحمى، نقيسوا له في المستشفى نصيبوا درجه حراره عاديه، هنا نشوفوا السبب، لانه كاين اللي عندهم دورات دمويه تجري بسرعه، اللي عنده دوره دمويه تجري بسرعه دائما يحس روحو سخون، مثلا اللي عندهم في امراض الغده الدرقيه كذلك تقول لك نحس انه الدم ديالي يغلي ونحس سخانه، وحتى لما تكوني تسلمي على بعض الناس تحسيهم يعني دائما سخنين، عندهم كانت تقول لك مريض بالحمى، تقول لك انا على العام هكا، منين نعرف العمري وانا هكا، دونك هذه حاله عاديه، ولما نقيسوا نصيبوها عادي 37.2 عادي، لكن وتكون مصاحبه بالتعرق احيانا. نعم هنا لما تكون مصاحبه بالتعرق يقدر يكون اغلب الاحيان تكون امراض غده درقيه او امراض هرمونيه. اذا عاديه في هذه الحاله. هنا في الحالات هذه عاديه. بالنسبه للناس مثلا النساء الذي ينقطع عليهم الطامث في لامينوبوز او لابريزوبوز يكون عندهم لي بوفي تشالور، دونك هنا هذوك تحسوا بسخانه، تكون تقول كامل الناس غالقين تواقي تقول لك لا نفتح الطاقه لانه راني حابه نتنفس ونحس بسخانه كثيره، وحتى ممكن تروح تلجا الى بعض الادويه اللي تقللها من هذا يعني الحمى اللي تخلى عنها الحمى، لكن تصيب روحها دائما في هذيك يعني السخونه وما كاش حل يعني لهذا الليبوفيتشالور. نعاود نقول انه كيفيه قياس الحمى، مثلا انه تكسر لي مقياس الحمى خاصه بالنسبه للاطفال، وعندنا عادات انه نمسوا بال يعني بالكف اليد ولا يعني مثلا بشفتين خاصه في الجابين، دونك هنا اليد نقول دائما ما نقيسوش هكا، يعني ما نقيسوش بكف اليد، عن ظهر اليد احسن، يعني ظهر اليد اللي يكون فيه حساسيه اكثر من باطن اليد، دونك هنايا لما اذا تحسسنا مثلا نقيسوا هكا دونك نحسوا بسخونه اكثر، يعني حتى يقدروا يجربوها ويشوفوا انه هذا الجهه نحسوا بسخونه اكثر من هذه الجهه، خاصه بالنسبه للاطفال. والطفل ما يقدرش يعبر على درجه حراره، دائما تكون باعراض اخرى مثلا الام البطن او مثلا بكاء، وكاين بعضها الان الامهات الجدد خاصه كان عندها الطفل الجديد لحبذا دائما تكون هناك توعيه على الحمى، كيما هذا كيما درنا هذاك نقولوا مشكل شائع لدى الاطفال. نعم مشكل شائع حتى عند الامهات الجدد يكونوا صغارات في السن وما يعرفوش، يكونوا وحدهم ممكن ما عندهمش واحد اللي يعرف لونتوراج، لازم نفهموهم ولا حتى اول يعني عند الولاده
لا حبذا تكون هناك توعية والطبيبة تجي تشرح لها عسي وليدك اللي كان عنده الحمى تحسي فقط انه علاش لما يزيدوا الاطفال نلبسوا لهم بزاف ونغلفوهم بزاف، مثلا اذا كانت في فصل او موسم الشتاء فصل الشتاء حتى نروحوا للربيع مازال الكل مغلق يعني فيرمي ونلبسوا لهم بزاف وبالتالي ما تحسش الا كاين هناك حمى ولا لا لا. لهذا الامر يكون خطير. نعم خطوره الحمى دائما تكون خطيره في حاله لما يكون الطفل صغير تحت 3 سنوات ويكون الواحد كبير يعني 70 سنه 75 مصاحب ممكن سكري قصور كلوي. هنا دائما نخافوا من الجفاف ماشي الحمى بحد ذاتها لكن نخافوا من الجفاف لانه راح تصاحب دائما الحمى اشياء اخرى لذلك دائما ننصح بالتمييه. اذا الحمى ليست مرض قائم بذاته دكتور. ليست مرض الحمى ماشي مرض ماشي نجي للطبيب ونقول له طبيب راني مريض بالحمى وهذا شائع. طبيب راني مريض بالحمى طبيب عندي حمى لكن ما على بالناش منين جات. الطبيب هو اللي راح يفصل لكن يقدر يفيدك اكيد انه لانتيغوغاتور او التاريخ المرضي عند المريض لما يجي للطب مهم جدا. الحمى حين نعرفوها فقط بين العلاقه بين الطبيب والمريض يسقسيه كيف اكتشف بدات هذا الحمى باش اولا يشوف هل كانت من دوريجين فيروسيه يعني المصدر ديالها فيروسي او ميكروبي او جرثومي او يعني كما نقولوا دائما يكون مصاحب مثلا في فصل الشتاء يكون الزكام تكون فيروسات مثلا كما نهار خرج H1N1 انفلونزا الطيور وهذا الانفلونزا تكون دائما بالحمى تنزل نعم يعني الحاجه العرض الاول وبالتالي تخوف من هذيك الحمى. دونك هنا دائما يكون التاريخ المرضي باش نعرفوا هذه الحمى منين جات لانه قلت انه منبه ينبهنا بلي كاين عضو او مشكل في الجسم باش نعرفوا وما كاش دواء مباشره للحمى. بالنسبه للاطفال دائما اذا الامهات راهم مثلا نقول لهم مدوا لهم دواء اللي حبط الحمى من بعد 3 ايام اذا شفنا هذه الحمى ما زالت وخاصه لازم يكتبوا يشوفوا ليوشيخ لانه الرقم مهم جدا تاع الحمى. هناك مكالمه نعم فيه اول مكالمه دكتوره زهره بعد اذنك. اذا نستقبل اول مكالمه هذه الصبيحه مريم من تلمسان. مريم صباحك سعيد اهلا ومرحبا. السلام عليكم. السلام انا نعم تفضلي يا اخت مريم تفضلي. انا درت العيارات نعم بيبي طالع 100% نعم ما عنديش المناعه انتري فيزيولوجيا اللي ما عندكش مليح واضح يعني بغا اخت مريم مريم الله يرضى عليك عاودي فقط درتي التحاليل درت التحاليل نعم عندي قال لي عندك مشكل تخثر الدم نعم يعني بغا يعني لا ناكل ممكن ادويه في هذه فتره الحمل هي راهي حامل يعني الطبيب اللي نمشي عنده شحال راكي حامل في شحال من شهر شهر ونص ايه وانت كنتي عندك اطفال من قبل عندي بنت الله يبارك كي مرول زياده وبقاو يجيني صفر بزاف لقيتو لقاو بلي عندك تخثر الدم ايه المناعه ما عنديش ايه نجاوبك ان شاء الله نعم واضح السؤال نعم فيه مكالمة أخرى زاهية هني أو نواصل النقاش انقطعت المكالمة. إذا فارس نعم معنا فارس برج بوعريريج. السلام عليكم. السلام الأخ فارس من فضلك اخفض جهاز التلفزيون واسمعني من الهاتف حتى يتضح الصوت الله يرضى عليك خويا فارس. أنا حبيت وبارك الله فيك. نعم تفضل أخي. نعم الله يحفظك إن شاء الله. اللهم أمين. أنا كنت راح نلقى في برك طبيبة قلت له ديكرونشيني مرض سيلياك. سيلياك. أنتي جلوتين. نعم. يعني أنا جديد في عندي واحد سمانة من اللي اكتشفته. نعم. حبيت برك يا برك المهم هو ما فيش ديكونبريمي دوم من شربهم هي عصير تاع حمية يتبعها الواحد وخلاص. ما نشوف حاجة اللي فيها الجلوتين ما ياكلهاش خلاص. نعم هذا هو المعروف. نعم. المدام تاعي فقدت قلتها قالت لها أنا ماما فيها الدواء حبيت نستفسر عليها هذه النقطة هذه. النقطة الثانية حبيت إن شاء الله من على قناة القرآن الكريم إن شاء الله إذا يقدروا يديروا لنا يوم تحفيزي على السيرياك
شاء الله. اللي رانا ريحنا فيه ديجا انا كنت عيطت عندي واحد الايام الرابعه تما الا تقدروا ديروا فينا هديه يوم تحسيسي للسيرياك وتجيبوا لنا ناس مختصين ان شاء الله وناس قايمين ثاني في وزاره الصحه باش خاطرش حنا الماكله تاعنا غاليه شويه اكيد نعم نعم ثم قال القران الكريم دير مبادره باش توصل الصوت تاعنا حنايا اللي مرضى السيرياك باسكو رانا قريب واحد 700,000 على مستوى الوطني ان شاء الله مفهوم ان شاء الله كيما نقولوا حنايا بليزير الى حبيتوا ديروا فينا بليزير ان شاء الله لا هذه طلباتكم اوامر طلباتكم اوامر خويا فارس عندي نقطه برك واحده الاخرى برك حبيت نقولها لك اختي نعم تفضل خويا فارس اذا تسمحي لي نعم تفضل برامج التغذيه دوك اللي يديروا الطهي تاع ما طاب هذا البرامج طيبوا الاكل في التلفزيونات يعني عبر قناة القرآن الكريم نقولوا كل مين ذاك يديروا لنا وصفات يعني مرضي سيريا كانوا ان شاء الله يسمع على نداء التلفزيونات كان هاي السلام عليكم بارك وعليكم الله السلام ورحمة الله اللهم امين يا رب العالمين خويا فارس نتمنى لك ان شاء الله الشفاء وسبق لقناة القرآن الكريم دائما في برنامج الضحى القناة الدكتور اسماعيل سعيد خصص عدد لما يخص مرض السيلياك ان شاء الله اخي فارس طلباتكم اوامر ان شاء الله سننسق وان شاء الله تكون حصة تحسيسية فعلا ولو انه الموضوع ماشي موضوعنا ولكن كما ذكرت دائما نحن في خدمة المشاهد إذن نوصل في النقطة قلنا أنه نجاوب الأخت فقط لأنه كذلك مشي من مريم نعم مريم من يعني حامل في الشهر ونصف هي لازم تتوجه إلى طبيبة نساء لها اللي راح تعطيها أدوية عندها تخثر في الدم كيفاش تتعامل مع هذا الوضعية ربما أنه عندها دواء اللي راح تمشي به من التحاليل اللي راح تمد لها طبيبة مختصة بالحمل طبيبة النساء هي اللي حتمد لها الدواء تشوف هل تمد لها يعني حقن او تمد لها ادويه اخرى باش يجري هذاك الدم وتوصل التغذيه للجنين هذا فقط يعني نقولها ما تحش بالنسبه للمناعه جميع وحده يعني احنا ما نقدروش نعرفوا حقيقه لها تقول انه عندي نقص مناعه من اي ناحيه نقص المناعه هو عالم كبير وشنو هو الشيء اللي راه ناقصها دونك الا كانت تهضر على انها حامل كامل اللي تكون حامل تكون عندها نقص مناعه كان شيء اخر المهم توجيهها هي قد ناوين توجه تروحي لطبيبه نسائيه اللي حتكفل بكل هذه المشاكل نعم وثاني نقطه فقط كذلك الاخ فارس اللي اتصل نقول له انه كما قلت درنا وحتى انا سبق لي اني درت على مرضي السيلياك خاصه هو راهم تحير لانه جاتو على العمر كبير لكن اللي قالوا تشرب ادويه على مرضي السيلياك نقول انه راه يعني اخلط بين المرضي السيلياك ومرضي دوكرون ماشي نفس الشيء اما بالنسبه باش يشوف الحاجه حتى كاين ادويه اللي فيهم الجلوتين كاين بزاف اشياء دي شوكولا حتى الدواء اللي تشربوا يوميا لازم من تروح عند الطبيب تقول انا عندي ولكن المشكل الجلوتين. كما ذكر الاخ فارس تبقى في ندره وغلاء المواد الموجهه لهذه الفئه فعلا يعني المشكل يطرح دكتوره زهره الغلاء ليس فقط نقول له كلمه انه هذا الغذاء اللي راك تقول عليه ان انت فقط راك تاكله نورمال يعني الناس كامل تاكل نفس الماكله اللي راك تاكلها انت لانه اكل صحي 100% انا نبحث في الاكل ديالي سونغليتا لانه صبنا هذيك تعمم هذه الحميه نعم. اكيد انها تعمم هناك البديل كاين البديل انه مثلا الارز ماشي بالتالي تروح تشريه من حيت تشري ارز عادي وترحيه في المنزل يعني ان شاء الله نوعدوا انه ندير له حصه تاع الخاصه بالسيلياك وحتى نمد لهم وصفات الخاصه بهذا المرض اللي ان شاء الله ونحيل كذلك عادي. الانشغال للدكتوره زهره بودين في غذائك حياتك ان شاء الله ستخصص بحول الله عدد فيما يخص الغذاء الموجه للمصابين بداء السيلياك نتمنى لهم ان شاء الله الشفاء العاجل اذا نواصل في الحمى وكنا نذكر بانها ليست مرض هو اتفق على هو منبه نعم. لكن وقتاش دائما نقول لك وقتاش انا نخاف من هذا الحمى الحمى نتخوفوا منها اولا لما ناخذوا بعض الادويه لخافضه الحراره وبعد ساعه نصيبوا الحراره عاودت ارتفعت او بقات هي وكتاش نتخوفوا اكثر لما يكون قلت الطفل اكثر من 3 سنوات وواحد يكون كبير لكن دائما تكون عندنا فكره نشوفوا علاش هذا الحمى طلعت لي ممكن كنت عندي انفلونزا ممكن يعني اصبت بامراض ممكن صدريه وعاود ولات لي الحمى هنا ممكن كان هناك الاستشفاء كاين واحد يقوم بعمليه
جراحية، وبعدها لما يخرج المنزل تكون عنده حمى. وهنا كذلك الحالة، أنا لازم نعود نقول للمسرفة أنه تقدر تكون حالة خاطرة، يقدر يكون هناك تعفن في الجرح، كذلك يقدر تكون الانفكسيون نوزوكوميال أو اللي دايرة في المستشفيات كنت تحدثت عليها، وإن شاء الله نعود لأنه هذوك الميكروبات تكون خاطرة جدا اللي جبناها من المستشفى، يكون كذلك ميكروب في البول أكرمكم الله. هنا اللي نتخوفوا أكثر، دائما تكون الحمى مصاحبة بشيء آخر. لما تكون الحمى وحدها معزولة ولا بالنا حتى الطبيب يبقى في بعض الأحيان أنه هذا الحمى من جد هنا يطلب الاستشفاء، حتى كاين بعض كاين لأنه أمراض نادرة اللي تكون فيها هذا الحمى. كذلك كاين هذه الحمى اللي تكون بعض الأمراض السرطانية والحمى تكون طويلة المدى. الحمى اللي تفوت 10 أيام هنا يولي ناقوس الخطر، خاصة إذا كانت أكثر من 39 ناقوس الخطر يدق أكثر من 10 أيام. كذلك نقول أن هذه الحمى ممكن تكون مصاحبة أول مريض يتهيأ له أنها حمى، وتكون مصاحبة بإسهال وتقيؤ، تكون لغاستروانتيريت أو فيروس المعدة كذا أو إنفلونزا المعدة. كذلك هي النقطة اللي أشير لها بالنسبة للحمى لما تكون في المنزل، كاين بعض العائلات اللي تكون ممكن تكون حمى وراثية. ما نقولش حمى، نقول ارتفاع درجة حرارة، كل عائلة عندهم نفس درجة الحرارة، وهذه من بين الأمراض النادرة. كذلك نقول أنه الناس اللي مثلا تعمل في عمل يكون فيه درجة حرارة مرتفعة، سواء في الجنوب لما هو يكون ساكن هنا في الشمال يروح الجنوب، يصبحوا دائما كأنه ارتفاع درجة الحرارة تكون زايدة. لكن مع هذا تروح في كامل يعني العالم إذا فاتت 37.2 معناتها هناك مشكل 37.2، ولكن 37.5 38 ماشي مشكل كبير، معناها ماشي ألارمان، ماشي حتى نروحوا لازم مستشفى ونروح 3 الصباح ولا 4 الصباح ويدخلوا كامل العائلة. ولكن أحيانا هذه الحمى دكتورة زهرة تحدث مضاعفات على باقي أعضاء الجسم، أحيانا تؤدي حتى إلى الشلل، حتى إلى يعني فيه مضاعفات تحدث حتى إلى على المستوى العينين، على مستوى الأنف، الأذنين. لما تكون لا كونفولسيا وخاصه بالنسبه للاطفال الصغار يكونوا هنا انه هذا كما نقولوا الطفل طلع له الحمى ويتخبط، لكن احنا نقولوا انه هذه ماشي بالفيروس بحد ذاته، ماشي نقولوا انه ولا نقولوا درجه الحراره عفوا بحد ذاتها، ماشي يقدر واحد 41 وعادي ويقدر واحد 38 ويكونفولسي معناتها يتخبط. دونك هنا ماشي المشكل في درجه الحراره، المشكل في الدافع اللي دفع درجة الحرارة، في الفيروس، في الميكروب، في المشكل اللي دار هذا. بعد هنا نقول انه الامهات ماشي كي يكون صح نتقلقوا لما تكون 39 لازم نحبطوها، لازم تحبط الحمى بكل الطرق، نقول شنو هما الطرق اللي لازم استعجالات في المنزل. لكن وحتى في المستشفى، في المستشفى ما كاش شيء يسمى تخفض الحرارة مباشرة، حتى درجة الحرارة ما نحاش نخفضوها مباشرة بحالها بحال ارتفاع الضغط الشرياني أو شيء آخر، اللي حاجة اللي طلعت لأنه درجة الحرارة طلع بالعقل، دونك نحبطوها بالعقل باش ما يصراوش ثاني مشاكل. لأنه كاين بعض الأمهات اللي تكون طلعت له الحمى ويحطوه مباشرة في ماء بارد، هنا يصرى له شوك تيرميك، تقدر تصرى مضاعفات، يقدر تصرى له كونفولسيون. دونك هنايا هذو لي كونفولسيون حنا نتعاملوا مع درجه الحراره بشكل عادي، نحبطوها بشكل عادي، لكن لا كونفولسيون ما راهيش متحكمه فيها هي ولا في هذاك الانسان، ماشي نلومو دائما الام انه ممكن تغسي يعني سهيتي على وليدك. نعم. او نستقبل سؤال ام ساره. ام ساره من بجاي، السلام عليكم. صباح النور ساره، اهلا ومرحبا. أم سارة، أم سارة، نعم. والله شكرا على هذا الموضوع، عبارة حقيقة هو موضوع في غاية الأهمية. نعم. خاصة بالنسبة للأمهات الجدد هذه يمكن أنايا. نعم. هذه الحمى والله العظيم غير يعني مشكل بالنسبة لي، كوشمار صح. لماذا أم سارة؟ عندي بنتي صغيرة. نعم. عندها ديزيموات. سبحان الله كي تشدها الحمى يجيو في الويكاند والله لي جور فيغي. خاصة في الويكاند. نعم.
اي فوالا، خطره بنتي شدها حمى ولا لحقت 40، ديتها لوبيتال، قالوا لي يعني عندها عرفنا لا السوخت هذه وين جات الحمى هذه، عندها لونجين ايتو، داوها الميديكامون يعني دواء تاع لونجين ايتو. بصح انايا شكيت قلت لها سي با بوسيبل. ومن بعد استنيت حتى وين يعني هذاك السامبي ديتها للبيدياتر تاعها، قالها وريت له لوردونونس هذاك، قالها مع هذا الدواء مع المرض تاعها ما عندها حتى علاقه. فينا طلعت لغاسترونتيريت هذيك اللي درتها الحمى. واش درت لها؟ شكون عندها؟ حتى ل 40. نعم اختي. واش كان هو المشكل ديالها؟ لغاسترونتيريت. طلعت لها هذاك الفيروس. فيروس مع الدا تاعها تقيه وما تاكلش والله حلم. يعني هذيك تروحي يعني لوبيتال تدي بنتك يمدوا لك يعني لي ميديكامون، يطلع ماشي كاع هذيك الشيء، يقول لك لونجي، يقول لك هذا فينا المولى. لا نعم يعني والله غير ولات يعني كوشمار. يعني ماذا بينا يعني تمدونا نصائح هكذا كيفاش يعني الطرق يعني كيفاش نخفضوا هذه الحمى، خصوصا لي جور ويكاند هكذا والله. نعم. غير واش راهي حديري في الدار واش نديرو في المستشفى؟ نفس الشيء ما تخافيش. نعم ان شاء الله ام ساره بقاي في المتابعه، ان شاء الله الدكتوره زهره كبير تجيبك عن التساؤل. نتمنوا لها. بنتي في السبيطار يقولوا لي ما عندنا ما نديروا لها، قالوا لنا ما عندنا ما نديروا لها، والله غير يقولوا لي ما عندنا ما نديروا لها، ديرها للدار وكبري راسك. انا بصراحه بغي مو الطفله تطلع الحمى ل 40 يقول لك ما عندي ما ندير لها. نجاوبك ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لها ان شاء الله الصحه والعافيه والسلامه ام ساره. شكرا، بارك الله فيك. نعم ويومك سعيد مبارك. فعلا مشكل دكتوره زهره كبير. دوك نقول لك اين هو المشكل. المشكل ليس في المستشفى، والمشكل ليس في الطبيب، والمشكل انه المشكل لا خاصه توجد. في اجابه ما عندنا ما نديروا لها يعني. إيه صح، ما عندهم ما يديروا لها في المشكل. انه علاش؟ لانه درجه الحراره ما كاش قلت دواء اللي موجود. ربما في الاتصال بين الطبيب وال يجب يكون يعني علاش ما لازم ما نديروا لها والو؟ علاش نديروا لها والو؟ لانه راح تجي تجيب معها نفس الادويه اللي تجيبهم اللي كانوا عندها في المنزل يديرهم لها في المستشفى. هاني قلت قضية وقت، قضية وقت فقط، ما يديرولهاش في هذيك اللحظة. معناها هما حتى أنا راني طبيبة يجو يقولك هاي طلعت لها الحمى، يحطها لك يقولك طلعت لها الحمى واش نديرولها. حتى احنا ما كاش دواء باين خاصة بالنسبة للأطفال، راني نهضر على الأطفال لأنه الكبار ما عندناش مشكل. هناك أدوية الكبار خاصة كاين بعض اللي نهضر اليوم أنه نقول المستشفى المخاص بالأطفال الصغار، نقول هذا مشي موضوعي لكن نعم. هذا مشكل لأنه أنا طبيبة مناوبة، طبيبة استعجالية، اللي يجيوني الأطفال الصغار نقول لهم أنه طفل صغير يروح لوين كاين لابيدياتري. سبتك بل إحنا ما نديروش لابيدياتري، نقوم بها كي تكون حالة مستعجلة ما خلوش يروح، لكن ما كانوا في طب الأطفال لأنهم سواء كانوا مجهزين بالحقن ديستين الأطفال الصغار، أدوية عندهم أطفال صغار. مثلا إحنا الفاليوم، الفاليوم ما نتعاملوش به، لكن في الطب الأطفال عندهم الفاليوم هو دواء الأخير لما يتصرف ديك لكونفيلسيون ولا يتخبط ولا عندهم واش يديروا له. لما يجي الاستعجال معناها هي نشوفوا هل راحت الطبيب اللي استعجال عادي وين كاين الكبار فقط، أكيد أنهم ما عندهمش أدوية خاصة بالأطفال، نقدروا نديروا لهم دو باراسيتامول في المحلول، لكن ما عندناش ديزانفيرمي يعني نقولوا كفف الاطفال الصغار لانه عروقهم صغار بزاف راح يتعذبوا. لهذا دائما ونقول في كل يعني خاصه في الجزائر لازم انه موجود طب اطفال صغار وموجود مستشفى كبير او حتى هذه الوحدات الاستعجاليه. نعم. لكن هي بقصدهم انه ما كاش واش نديروا. حتى انا نقول لها اذا كانت هناك حمى يعني مثلا هي قالت 40 نحوسوا هي تروح للطبيب باش تعرف علاش بنتها طلعت لها هذا مكان، يعني هذا هو اللي راح يفيدها به الطبيب. لكن الحمى راح يكون تعاون ما بين الطبيب والام او الاب ولا اللي جاب هذاك الطفل باش نحبطوا الحمى. اذا حتى نوضح يعني الام ساره والكل المشاهدين، اذا عمل الطبيب ليس تخفيض درجه الحراره في الجسم وانما البحث عن اسباب الحمى، هذه دواء ولا كان مستلزم لان العلاج لا لان العلاج والشفاء لا ينتهي دكتوره زهره بتخفيض درجه الحراره. نعم. إلى هذه هي درجه الحراره من 6 ساعات هاولك كل 6 ساعات لازم تزيد ترتفع. نعم دوك هل انا راح نشد 40 طفل في مستشفى
قلت انه انا ماشي اختصاصي لكن راني متجربه هذه الاشياء. شت طفله 40 سنه ندير روحي كأم، انا هي الام وندير وليدي لطب اطفال، هل انا حنقعد مع 40 واحد ولا 50 واحد في غرفه اللي انا نحبط الحمام نفسي نفس في المنزل؟ الوغ يجي لي عنده سحايا سي لا مينانجيت، يجي واحد عنده مرض معدي، هاني رايحه نحبط الحمام نعشي بمرض واحد اخر، فهمتيني؟ نعم. دونك على هذيك اللي دائما ماذا بينا الا كان هناك والعلاج فيه موجود لتخفيض درجه الحراره في الجسم في البيت، اكيد في البيت، وحتى ينصحوا ننصحوا انه ها واش ديري لها، ها واش ديري لها، واش ديري لها اي شيء زاد مثلا. قولي لي ممكن كانوا راح يشدوا على التقيؤ انه هذا الابيديمي او الوباء تاع لا غاسترو اونتيريت، كنا نشوفوا بزاف اطفال وكبار وكنا نشدوهم ونديروا لهم نخافوا من الجفاف، لكن الحمى دير لو باراسيتامول حتى نديرو دي دوز دو شارج نسموهم، معناتها نمدو لا دوز كثر من يحتاج الطفل، خاصة الطفل فيها حسابات، دونك مثلا يحتاج الى 200 ميلي غرام نعطولو حتى 400 ميلي غرام، لكن يكون هنا في المستشفى سو سورفيونس، نعطو حتى لا مينانجيت فيرال او السحايا، في يروحوا لاكبر مستشفى اللي هو القطار، يحطوهم في غرفة 5 ايام فقط تخفيض الحرارة. نعم فهمتيني؟ نعم دكتورة زهرة كبير لم يبقى من عمر ركن الكثير، فقط في الختام في ظرف دقيقة أو دقيقتين كيف يتم تخفيض الحمى داخل المنزل؟ نصائح داخل المنزل دائما احنا الحاجة نخمو انه هذا الحمى بماذا تكون مصاحبة، الحالة الاستعجالية بين تقيؤ نديه، ألام على مستوى البطن نديه، استحالة استعجالية مثلا يكون الطفل خاصة الأطفال ولا حتى الكبير يكون بالحمى ومشي جايب خبر، هاولي كيما نقولوا حنا بالعاميه سايخ، هنا كذلك حاله استعجاليه لازم نديه. الحالات الاولى نقصوا اللباس، كاين يجيبوهم بالحمى مغلفين كاع في الكوفرتات ومغلفين لابسين ترتفع يعني إيه اكيد. دونك هنا وكذلك النقطه المهمه باش ما يداهمناش الوقت، لما نشوفوا الطفل يرتجف خاصه واحد ولا عمم كبير عنده ارتجاف، لا لا هنا هاولي كتزيد ترتفع درجه الحراره ماشي انخفاض، الحراره مرتفعه يعني. لما تقول لك نحس بالحمى البارده يرتجف ارتجاف وليزيستريميتي يكونوا باردين، هنا درجه حراره هي طالعه ماشي نزيدو نغطوه، نزيدو نحولو برك الملابس حتى تولي درجه حرارته معتدله. نعم نحولو الملابس كذلك كما دوك انا شاعلين المدافئ، نقصوا المدفاه ونطفوها، نقصوا الحوايج واستعمال الكمادات، استعمال الكمادات مهمه جدا، استعمال كمادات بارده ماشي نديرو ديغلاسون مباشره على الجلد، نديرو كمادات بالماء اللي تكون دائما على الجبين ناقصه بخمس درجات مثلا 38 نديرو له الماء 37 ونص دونك هنا حتى لثمان درجات، ونحطو كمادات فوق الراس ما بين يعني الفخذين وتحت البطن يعني تحت السرة، دونك هذه بعض الاشياء. وكاين بعض الحالات اللي مثلا المزهر ودائما هو لانه يشد درجه الحراره تاع البروده دونك نعملوا به حتى في اكبر المستشفيات، صدقيني هذه يعني نقطه للامهات كما انا كذلك ام تخوف من الحمى، انه في اكبر مستشفى هنا في الجزائر حتى في يعني في الاخر في الخارج واكبر مستشفى يستعملوا ماء زهر، ماء الزهر يحطوه في ثلاجه وكل ام عندها الحق انها تستعمل هذه القاروره وديروا في كمادات وتحطها على جبين الطفل خاصه في طب الاطفال. لهذا نقول انه الاسعافات الاوليه الام تبداهم في المنزل، لما تلحق للطبيب راح تكون تنقص له هذيك درجه الحراره، تلحق عند الطبيب راح يشخص ويشوف الاسباب اكيد، ولا كانت تستعد الى تحاليل او ممكن بعض الاشعه هنا الطبيب المختص اللي راح يتكفل به. نعم وكذلك انخفاض درجات الحرارة وتعديل درجات الحرارة داخل البيت هذا لا يمنع أننا لا نزور الطبيب، وإنما دائما أكيد. يجب زيارة الطبيب لمعرفة أسباب الحمى التي كما ذكرنا واتفقنا أنها عارض لوجود مرض داخل جسم الإنسان. دكتورة زهرة كبير شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة الصباحية وصحة لصحة المشاهد، نلقاك إن شاء الله الأحد المقبل وموضوع آخر. إذا مشاهدية أفاضل دكتورة زهرة كبير تغادر، أما أنتم ابقوا معنا، دكتورة زهرة ربما توافقينني الرأي من العادات الغذائية التي انتشرت مؤخرا استهلاك المكملات الغذائية نتيجة نصيحة صديق أو أخ أو غير ذلك بدون استشارة الطبيب وذلك من أجل الصحة، هل هذا سلوك صحي؟ هل هناك مضاعفات صحية على استهلاك هذه المضاعفات الغذائية؟ هل فيها شيء إيجابي؟ هل هناك أشياء سلبية؟ الزميل عبد الغني خربوش حقق في الموضوع.
الثقافة الاستهلاكية للجزائريين تغيرت بتغير نمط الحياة، يغلب عليها التوجه نحو المواد المصنعة أكثر من المواد الطبيعية، المكملات الغذائية أو بما يعرف بالخلطات التي أضحت تلقى رواجا لدى المستهلكين رغم عدم معرفتهم بخبايا تركيبتها. نحن قمنا بدق ناقوس الخطر منذ مدة نظرا للانتشار الرهيب ونظرا لظهور خلطات يعني يسموها خلطات عجيبة، يعني اللي ما كانش طضني تولي طضني، اللي عنده سرطان يبرى إلى غير ذلك. خطورة أولا في المكونات لأنه يقول لك تعالج كذا وكذا، ولكن في حالة ما لا قدر الله وقع لك تسمما، حتى لو كان تروح لأحسن مستشفى في العالم وما هوش عارف واش خفيت ما يقدرش يعرف يعالجك، لأنه هنالك بعض المواد والتي عمدا لا يتم ذكر مكوناتها. تلقينا أيضا في بعض المكونات مواد صيدلانية، إذن حذاري من مثل هذه الخلطات والتي تباع بطريقة غير قانونية وتباع في محلات غير نظامية ولا تحمل جميع المعلومات اللازمة، لأن وللأسف الشديد ممكن أن تكون سببا في أمراض مستعصية، حتى لا نقول أنها يمكن أن تكون سببا في وفاة يعني طالب العلاج. استهلاك هذه المواد دون الرجوع إلى طبيب مختص، عدم الوسم التجاري فوق هذه المنتجات، غياب المخابر المتخصصة، وفراغ قانوني لضبط وتنظيم هذه التجارة، كلها نقاط ساعدت على انتشار استهلاك هذه المواد. السند القانوني حول ترويج مثل هذه الخلطات ليس بالبساطة التي يعتقدها البعض. نحن نتذكر جيدا ما وقع منذ سنتين حين تم غلق كثير من محلات العشابة نظرا لتواجد هذه المساحيق وهذه الخلطات المجهولة المصدر والمجهولة المكونات. يعني لما يكون هنالك عشاب يبيع مواد طبيعية، قالوا يبيع في النعناع ويبيع في الزنجبيل ويبيع، هذا أمر مرخص وقانونا ممكن، ولكن مثل هذه الخلطات هنا يكمن الخطر وهنا يمكن الإشكال، لأنه بمثل هذه الخلطات لابد أن تكون هنالك تراخيص مسبقة، هذه التراخيص التي تعطيها الجهات المخولة لذلك مع احترام كامل للوسم، بمعنى شكون صاحب الخلطة، المصنع، العنوان، مكونات إلى غير ذلك من الأمور. إذا ما كانتش تحمل الوسم القانوني والمرسوم يعني بمرسوم الموضوع بمرسوم تنفيذي، يمكن القول أنه كل هذا تضليل وتغليط، وحتى إن صدقت نية من يبيع لأنه لابد أن تكون الأمور بصفة قانونية وبطريقة شفافة. انتشار الأمراض الخطيرة والمعقدة يرجعه المختصون بالأساس إلى نوعية الغذاء ونمط العيش، فليس هناك أفضل من الرجوع إلى المنتجات الطبيعية لتفادي هذه الأمراض. فضل الصحة أمانة، ويجب أن يكون لدينا وعي للحفاظ على هذه الأمانة، يجب أن لا يكون هكذا استهلاك عشوائي لكل المواد، يجب دائما تحت رقابة الأطباء. إذا نتوصل وإياكم مشاهدي الأفاضل في هذه الفسحة الصباحية وبرنامج ضحى القناة، نصل بكم الآن إلى الركن الاقتصادي والأستاذ بنيامين، نواصل دائما هكذا في ما يخص التدابير الاقتصادية من أجل نمو اقتصادي فعال نستفيد منه جميعا. تحدثنا في الأسبوع الماضي دكتور بنيامين، صباحك سعيد مبارك، عن الفلاحة، اليوم عن الاستثمار في ثروة غنية في الجزائر، غنية بها الجزائر هي المعادن. دكتور بنيامين صباحك سعيد، أهلا ومرحبا. صباح النور، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة الدائمة. شوفي سيد الكريمة، والله غير آخر مرة كنا تكلمنا على الفلاحة ورح نتكلموا على المعادن، لكن قبل هذا نفتح قوس. هي في الحقيقة رانا نتكلموا على واش؟ رانا نتكلموا على ثروات البلد، والفلاحة هو ما فوق سطح الأرض، والمعادن ما تحت سطح الأرض، وهذه كلها ثروة، وهذه الثروة رانا نتغنوا بها مدة سنوات، الثروات الباطنية الغنية بالجزائر، غنية بالثروات، كلها نتغنوا بها
لكن كأنه هذاك اللي عنده ذهب تحت داره وهو عايش فقير وهو عايش محتاج وهو يستورد الذهب. هذا هو الشيء اللي واقع للجزائر. لكن إلى 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 الجيل هذا إن شاء الله بي 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 بتوجيهات تجربتنا في الميدان، لما نقول تجربتنا لا أقصد شخصي، أقصد تجربتنا تجربة جيلنا، إن شاء الله هذا الجيل يتجاوز المرحلة وبمرافقة الجميع ومشاركة الجميع نروحوا نستخرجوا هذه الثروات ونحولوها إلى أموال ونحولوها إلى 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 استثمار ونحولوها إلى بناء ونحولوها إلى حضارة. علشان نقول في هالكلام، ربما لما تسأل أي جزائري في الداخل ولا في الخارج ولا تسأل حتى أجنبي تقول له ما هي ثروات الجزائر، يقول لك البترول والغاز. لكن لما تروح لحقيقة الخريطة الجزائرية تلقى البترول والغاز، ربما المستمع وش راح نقول يفاجئه، لا يمثل إلا جزء ونسبة، نسبة محترمة لكن ليست الغالبة من ثروات الجزائر. والدليل على ذلك تكلمنا على الفلاحة وقلنا وش فيها، وقلنا باللي الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة الآن يعني ولا الزراعية هي 8.5 مليون هكتار، لكن كاين أراضي أخرى 11 مليون في جهة و10 ملايين في جهة أخرى. هذه كلها عن طريق الشيء اللي توصلته التكنولوجيا يمكن توظيفها وزراعتها ونديروا الاكتفاء الذاتي ونصدروا. والكلام اللي راني نقوله هذا ماهوش حلم، راح بالك نقولها في فرنسي، يقول لك ليدي ايت ريف كي نو سورياليز كو بار ان اكت، يعني الفكره في اصلها نحاول نترجمها حلم لكن لا تتحقق الا بالحركه ولا بالفعل. وبالتالي لا بقينا دائما نتغنوا بهذه الثروه، ما معليش مريح تغنى، كذلك الشاعر يتغنى على الأطلال مع احترامي للشعراء، والشاعر محفز للأجيال، لكن إذا بقينا نتغنوا بهذه الثروة ممكن تبقى دائما تحت الأرض وما يستفاد بها حتى واحد. نجي للثروات المعدنية، هي أغلبها تحت الأرض. لما تسمع تقول الجزائر غنية بالثروات المعدنية ولا الثروات الباطنية، من ذهب، من حديد، من فوسفات، من زنك، من زئبق، من رصاص، هذه كنت ذكر غير هذو فقط. لكن هذو واش؟ عندنا منجم من أكبر المناجم العالمية، منجم غار جبيلات للحديد. وهذا المنجم علاش حبيت يكون هو محور الموضوع رغم أنه كان موارد أخرى؟ لأنه هذا المنجم هذا وحده يرد مداخل كبيرة على الجزائر. صح كان فيه واحد المشكل التقني، أنه الحديد اللي فيه كانت تلتصق به شوائب وممكن ما يصلحش، لكن هذه المشكلة التقنية في حدود المعلومات اللي عندي أنها تحلت. لكن كيفاش يخرج هذا الحديد لسطح الأرض ويتحول إلى حديد لنستعمله حنايا ولا اللي نصدره؟ نمشوا دائما لما علاش قلنا المعادن استثمار وانشاء شركات وامتصاص بطاله. اولا لازم نعرفوا امر، الهندسه التقنيه لهذا المعادن هي هندسه تقنيه عاليه. ولكن فكره قبل ان نواصل استاذ بن يمين زيد فضلك، ولكن الفكره الموجوده او المتداوله لدى عامه الناس فيما يخص المعادن انه فقط تصل عند امتصاص البطاله، ربما الشاب لا يخطر بباله ان يستثمر في مجال المعادن لانه ربما فيه قوانين لم تفتح يعني ربما هكذا لعروض استثمار في هذا المجال. يعني استاذ بن يمين، شوف كاين امر سيد الكريم، سؤالك وجيه لكن وضح النقطه مهمه جدا. سواء في الفلاحة ولا في غيرها ولا في المعادن، الآن فيما يخصني ركزت على الشركات الصغيرة والمتوسطة. نعم. لكن لما يكون استثمارات كبرى ذات تقنية عالية وذات خبرة عالمية قوية، إمكانيات كذلك، خبرة عالمية، نعم، هل هنا وش معناه؟ معناه تعزل الشركات الجزائرية الصغيرة؟ إذا أردت أن تطاح فاطلب المستطاع، ما راحش من شركة، الشركة الصغيرة المتوسطة هي اللي راح تجي الاستثمار. هي أي بلد باش يكون قوي اقتصاديا تكون مجموعة شركات كبرى فيه والباقي مجموعة شركات صغيرة. باش نرد على سؤالك بدقة، هذه الشركات الصغيرة وش تجي؟
تجي تشارك في هذا المشاريع الكبرى عن طريق المناولة لا سوتريتانس. يعني لما المشروع تحكم الشركات الكبرى وبشراكة مع الشركات الأجنبية. الشركات الأجنبية لأمرين، أولا للخبرة، لازم تكون خبرة قوية جدا، وثانيا للتمويل. دوك راح ندير مونتاج فينانسي و مونتاج ديكسبرتيز. لكن هذه الشركات هذه لما نقولوا امتصاص البطالة، انك اليوم ما تعرفش تدير تكنولوجيا كما هذه، لكن هذا ما يمنعش انك بعد 10 سنوات تتعلمها. الى الاستثمار هذا بالشراكة، رافقات المناولة في الشركات ورافقوا الاستثمار مع هذه الشركات ورافقوا التكوين، بعد 10 سنوات ممكن نلقاو شركات كبرى هي اللي تدير هذاك الاستثمار. شوف كاين دولة قوية عالميا ما نذكرش اسمها في امريكا الشمالية، لما كانت تحب تدير طريق السيارة تاعها جابت الميلتي ناسيونال امريكان. بصح واش اشترطت عليهم؟ اشترطت عليهم عقود مناولة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة تاع هذيك الدولة. جميل. بعد ما انتهى طريق السيار، اولا تدو خبرة، لكن الدو امر ثاني استراتيجيه بعيده المدى، ابعد الدو اموال. واش ولات هذيك الشركات الصغيره والمتوسطه، ولات هي الشركات الدوليه ملتي ناسيونال اللي جات خدمت عندها هنا في الجزائر. يعني المناوله الناس تصغرها، المناوله كان ادنى شيء، يعني من باب ليس من باب الحصر، استشراف. ادنى شيء اولا تولي عندك نظره استراتيجيه للمشاريع، استشراف الاقتصاد والاستثمار، ثانيا خبره قويه تتعلمها، ثالثا في المشاريع الكبرى حتى ولو كنت شركة صغيرة تحقق أموال كبيرة، وبالتالي تخليك تتطور. وش يخليك تتطور؟ تتحول من شركة صغيرة جدا إلى شركة صغيرة، إلى شركة متوسطة، إلى شركة كبيرة، وإلى شركة كبيرة جدا، وإلى شركة عالمية. الخبرة والمال، إلى تحصلت غير على الخبرة والمال مكاش ممكن ما تتطورش وتبقى في قفص صغير. وبالتالي الحديث للشباب، شباب دير شركة صغيرة وادخل في مناولة. إذا نرجع دائما للمعادن من باب الأرقام برك، غار جبيلات فيه 3 ملايير طن حديد. يعني 3 ملايير طن احتياط، على بالك أمر قوي 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 جدا. هذا كيفاش يندار بشراكة مع دول أجنبية وتمويل أجنبي داخلي. شوف التمويل جام يكون مشكل لما يكون المشروع فيه مردودية. يعني صح. أول شيء، هل المشروع فيه مردودية؟ وش معناه مشروع فيه مردودية؟ مضمونة. يعني لما خرجوا راح يستقام لي ثمن، لكن هل نبيعه؟ كاين أسواق، جزء يروح للجزائر يروح هنا، وجزء آخر يخرج للخارج، وكلهم يحتاجوا الحديد. مشاريع البناء يعني لا تنتهي. نعطيك مادة واحدة أخرى، الفوسفات. الفوسفات موجود في حدود معلوماتي على الحدود الشرقية التونسية. وش يخرجوا فيه الفوسفات؟ الأسمدة للأراضي الفلاحية، الأسمدة، والأسمدة مطلوبة عالميا. صحيح. رح يقول الشركات الصغيرة والمتوسطة هذه، رح يقول احنا كيف نشاركوا؟ دائما عن طريق المناولة. لكن هذه المناولة هنا صح، هنا نقطة استراتيجية تديرها الدولة الجزائرية ويديرها المختصين ويوجهوا فيها الخبراء، هو أنه ما تندارش بالصدفة، تبرمج استراتيجيا. قال أنا في غار جبيلات راح ندير شراكة قوية مع الصين ولا مع الدنمارك ولا يعني الإشكالية اللي كانت مطروحة في الجزائر تقنيا كانت مطروحة في الدنمارك وحلوها. ذكرت الدنمارك من باب من هذا الزاوية. المهم مع دولة أجنبية، تمويلات مترابطة. هنا الجزائر لما تكون كاينة نظرة استشرافية، قال ما هو عدد الشركات المتوسطة اللي نخلقوها ولا الصغيرة واللي تدخل في المناولة تاع هذه المشاريع. نقطة ثالثة ومهمة جدا، الناس لما نتكلموا على الفلاحة ونتكلموا على شعال نخرجوا وشعال تدخل أموال، ولما نتكلموا على الثروات المعدنية وشعال نخرجوا وشعال تدخل أموال، تتناسى واحدة النقطة مهمة. في كل الدول القوية حاليا واختش بنات مدنها، وقتاش بنات مدنها لما دارت هذه المشاريع الكبرى؟ أبك من العيب اقتصاديا ومن العيب استراتيجيا أنك تدير مشروع كبير، لأنه مشروع كبير مثلا تاع غار جبيلات على بك وش يحتاج؟ إلى مياه، إلى غاز، إلى كهرباء،
ماشي امبريز، سي دي سونترال الكتريك، سي دي سونترال دو غاز. لما انت منطقه تدير فيها هذه الاجهزه الكل وما تستفادش وتاخذ الجزئيه هذيك اللي تبني ميها مدينه وتطورها اقتصاديا وتطورها سكنيا وتطورها مكتبيا، معناه رانا ضيعنا فرصه. كي يشغل واحد عنده مشروع تاع مليار ويحتاج 20 مليون باش يدير ام بي اس. صحيح، من الخطا الاستراتيجي. النقطه القويه جدا في التكوين هذه المشاريع تاع الثروات المعدنيه، اول شيء يبدا فيها وشن هو سيد الكريمه؟ الاستكشاف والتنقيب. والاستكشاف معروف دوليا يتربط مع الجامعات، البحث العلمي، مع البحث العلمي. وحنا لا قاعدين مكاش تدريب ونحولوا كيفاش نمولوا البحث العلمي. فيه فجوة كبيرة بين الجامعات اليوم وهذه المؤسسات. نعم، لما ترمي المشاريع الكبرى هذه، لأنه هذه، لأنه راح انطلقت من مقدمة سيد الكريمة لما قلت هذه مشاريع صح كبيرة، لازم نكونوا على مستوى هذه المشاريع الكبرى، ماشي نجي نبني مدينة من أجل مدينة، ممكن إذا كان عندنا المال، لكن استثمار كبير أغتنم الفرصة بلك نبني ثلث مدن. وكل القطاعات تستفيد، وكل القطاعات، لأنه مدينة وش معناه؟ مهم جدا، يعني نقطة مهمة ذكرتها أستاذ بنيامين، تفعيل الجامعة والبحث العلمي في هذه المشاريع. يعني الآن الجامعة راهي بعيدة عن هذه القطاعات. شوف تدخل فيها عبك المناجم، شوف تدخل فيها التربة، تدخل فيها الكيمياء، تدخل فيها الفيزياء، تدخل فيها البناء، يدخل فيها التكنولوجيا الجديدة، كل العلوم تدخل فيها. تصور شعل تحرك من جامعة. اليوم كنت درت واحد المكتوب صغير على صفحتي، والله أنادي من هذا المنبر وسامحوني، لا يجب أن ننظر للاقتصاد الجزائري من الشمال، لازم نغادروا هذا النظرة، هذا الزاوية. يجب الاكونومي فيديو سود، لازم نشوفوا الجزائر من الجنوب مشي من الشمال، لأن من الشمال رام عينينا مغمضين ماناش نشوفوا الريح ونتكلموا نتكلموا نتكلموا، والله حتى وقت كثافة سكانية يعني نشوفوا الاقتصاد من الجنوب. لأنه شوف الثروات المنجمية، راني نقولها وأتحمل ما أقول، الثروات المنجمية إلى مشينا فيها تجر كل الاقتصاد الجزائري. لماذا؟ وما قلتش هذا الكلام على الفلاحة رغم أنه الفلاحة قوية، لأنه الاستثمار في الثروات المنجمية قوي جدا ويسمح ببناء مدن. أتصوري تندوف، أتصوري تامن راسد، تصوري غار جبيلات، أتصوري كل هذا لأنه لو نشوف غار جبيلات هاي نقطة، لكن ما هي المدن اللي ممكن نبنيها؟ ما هي المدارس اللي ممكن نبنيها؟ احنا حاصلين في بناء مستشفى، حاصلين وربي يقدر كل مسؤول، حاصلين ماليا باش لا يفهم كلامي خطا، لكن المال هذا ونتكلموا عليه هو ترويض. واش معناها استثمار؟ استثمار معناها اللي يجي لك كيحط ماله على باله بلي يربح، بصح حنا كيحط ماله نستفاد باش ندير مدينه. ارجع لتاريخ امريكا، ارجع لتاريخ اوروبا وخاصه امريكا، بنات عده مدن لانه وجدت في هذيك المنطقه استثمارات كبيره. شوف كاين مدن استثمار، يعني استغلال ثروه المنطقه، ثروه المنطقه، وهذاك الاستثمار قلت لك كانها تمول من ارضها، يعني تحتاج الى رؤوس اموال. شوف اولا تمول من ارضها، لكن الفكره باش نزيد ندقق فيها ونوصلها اكثر، سامحيني، انه فرصه، باسكو استثمار سي ان ريسك دانفستيسمون، يعني نعم، خطر استثمار. واللي جاي يستثمر معاك من شركة أجنبية وبنوك دولية وبنوك جزائرية، اللي جاي همهم الوحيد هو ذاك الاستثمار. المدينة هذيك تولي جزئية صغيرة قدام الاستثمار. شوف كاين مدن في الاستثمارات الأمريكية التبنات لما جاوا سكنوا فيها عائلات العمال، بشوية بشوية حتى لقوا أب أهواه، هي ولات مدينة، ولات مدن قائمة إلى يومنا هذا، واستقرار. نعم، واستقرار كده سي كوم سا اللي تطور الأمور. لما تكون مدينة وتجيب سكان، لازم المدارس، لازم استشفاء، لازمهم ترفيه، مرافق، خلاص رك تبني في مدينة. من بعد كاين نقطة مهمة بعد الاستكشاف والتنقيب واللي نربطوه بالجامعات، وهذا ما هوش حلم، تجي أمر ثاني لبقى الوقت. نعم فيه وقت. يجي أمر ثاني، لما نخرجوا المادة الخام، الفائدة منها هو عملية التحويل، كما الفوسفات يتحول حتى يعطينا أسمدة. هذه عملية التحويل وش هي؟ شركات صناعية نفس الشيء، يا إما تكون شركات نتقوات أثناءها وتدير هذه الشركات الصناعية
وتخدم على الاقل، على الاقل تخدم الشيء اللي يروح للجزائر كمرحله اولى اللي يبقى في الجزائر، والشيء اللي يروح للتصدير عنده، عنده هندسه واحده اخرى وعنده تسلسل واحد اخر، معليش نخروه للاجانب. لكن الاجانب هذو نشترط عليهم في العقود مكونين بالتنسيق مع اساتذتنا في الجامعه والاساتذه المهنيين باش يكونوا طلبه، باش يكونوا مهندسي المستقبل، باش يكونوا دكاتره المستقبل، لانه ذلك التداخل بين الجامعه والمشاريع ما لازمش يبقى حبر على ورق. لكن الا ضيعنا فرص ولا ثرواتنا بقاتنا بقات تحت الارض وما رحناش، عباك شوف واحد ما لازمش يخاف من افكاره، ما لازمش يخاف من استثماراته، خاصه الى جمعت كل القوى لازم يكون تداخل بين الجامعة، الاستثمارات الكبرى، بناء المدن وإنشاء الشركات. نعم، شكرا بارك الله فيك أستاذ بن يمين على كل ما قدمته فيما يخص يعني وجهة، يعني وجهة نظر صراحة مفيدة لفتت الانتباه إليها من طرف الشباب. صحيح الكل يجب أن يستفيد من هذه الثروة. في نهاية الأمر أنت يعني ذكرت جملة يعني راح إن شاء الله راح نستغلها الآن، أنه في نهاية الأمر هي نعم. تحدثنا في قبل قليل عن نعمة الصحة، حتى هذه المعادن هي نعم، ونحن مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى إن لم نستغلها أحسن استغلال. شكرا، بارك الله فيك، يومك سعيد مبارك، نبقى دائما في إعجاز الله سبحانه وتعالى. وفقرة سبحان الله مع الزميلة شهرزاد ينون. التي أجريت في السنوات الأخيرة حول البحار أظهرت أمراً هاماً أورده القرآن الكريم في سورة الرحمن. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. كلمة برزخ تعني الفاصل، أي أن ماءي البحرين المفتوحين على بعضهما لا يمتزجان. هذه الحقيقة اكتشفت من قبل علماء الأوقيانوغرافيا قبل فترة قصيرة، ولا يتم الاختلاط لأن قوة فيزيائية تسمى الانكماش السطحي تحول دون ذلك لاختلاف الكثافة بين البحرين، وبذلك يتكون جدار يمنع طغيان بحر على بحر. سبحان الله. ظاهرة البرزخ تتحقق أيضا عندما يلتقي نهران يختلفان في الكثافة ودرجة الحرارة. هذه الصورة الحقيقية توضح التقاء نهري نيغرو وريو بالبرازيل، فالنهر الأول على اليمين يحوي ترسبات من تربة الجبال ولذلك يظهر باللون البني، أما النهر الثاني على اليسار فهو قاتم بسبب النباتات المتحللة القادمة من الغابة. فعلى الرغم من التقاء هذين النهرين لأكثر من 5 كيلومترات بشكل مباشر، إلا أنهما لا يختلطان ولا يمتزجان. سبحان الله. الجانب المثير في الأمر كله هو أن القرآن الكريم قد ذكر هذه الحقيقة العلمية مع أنه نزل في وقت لم يكن الناس فيه على علم بالفيزياء أو الانكماش السطحي ولا الأوقيانوغرافيا. إنها حقا آية عظيمة من آيات إعجاز القرآن الكريم، فسبحان الله.
سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. إذن مشاهدي الأفاضل نتواصل معكم وبرنامج ضحى القناة، والآن نفتح وإياكم مائدة من موائد القرآن الكريم وأستاذنا الفاضل فضيلة الشيخ حمدوش. أستاذي صباحك سعيد مبارك وأهلا ومرحبا. وصباحك أسعد أستاذة، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. إذن ركن الماهر بالقرآن، قبل أن نبدأ الركن ونواصل دائما في الاستعاذة، نذكر مشاهدي الأفاضل بإمكانكم أن تتواصلوا مع الأستاذ حمدوش وطرح تلاواتكم العاطرة، وإن شاء الله الأستاذ سيصحح بحول الله تعالى. نعم تفضل. إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد نتوكل على الله تبارك وتعالى ونواصل ما كنا توقفنا عنده في الحصة الماضية. كنا ذكرنا التعوذ، عرضنا تعريفه وحكمه وصيغته ومحله، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل مع بعض الأحكام المتعلقة بالتعوذ. كنا ذكرنا في الحصة الماضية أنه يقال له التعوذ ويقال له أيضا الاستعاذة، وهو قولنا عند بدء القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله صيغ ذكرناه في الحصة الماضية. من أحكامه قيل يطلب التعوذ أو تطلب الاستعاذة عند بدء القراءة مطلقا، سواء كانت هذه القراءة من أول السورة أم من وسط السورة، وسواء كان الإنسان يقرأ وحده أم كان يقرأ في جماعة، سواء كان يقرأ بقراءة عاصم مثلا برواية حفص عن عاصم أو برواية ورش عن نافع، بأي رواية قرأ بها، كان يقرأ سرا أم كان يقرأ جهرا لا يهمنا، في كل الأحوال لا بد من أن يأتي بالاستعاذة. وتندب أيضا هذه الاستعاذة أو التعوذ لما الإنسان يكون يقرأ في القرآن الكريم ثم يقطع قراءته بكلام خارج عن القراءة، كالكلام العادي مثلا يسأل فيجيب أو يسلم عليه فيرد السلام، هنا لا بد من أن يأتي بالاستعاذة مرة أخرى. أحيانا تقطع قراءته بأمر طارئ كسعال وعطاس أو شيء يتعلق بالقراءة، فهنا لا تندب الاستعاذة، يعني لا يعيدها. من أحكامها أيضا نذكر المواضع التي تقرأ فيها الاستعاذة سرا، يعني يقرأ الإنسان يخفيها، يقرأها في نفسه دون أن يسمع غيره. قيل إذا كان القارئ خاليا، كان غير وحده يقرأ، سواء قرأ بالجهر أم قرأ بالسر، هنا يأتي بالاستعاذة في نفسه ثم يشرع في قراءته، يقرأ البسملة ويواصل. إذا كان يقرأ سرا، يعني هو الآن في جماعة ولا وحده، المهم قراءته سرا في قلبه، هنا يقرأ الاستعاذة بالبسملة. وفي حالة أخرى لما يكون في جماعة، يعني في مجلس قراءة القرآن الكريم، ويقرؤون بالدور، الأول يقرأ مثلا بداية سورة البقرة، يقرأ صفحة مثلا أو ثمن، يتوقف ثم يبدأ الذي بعده ثم يبدأ الذي بعده. إذا لم يكن هو أولهم، يعني أول القارئين في هذا المجلس، يخفي الاستعاذة، يقرأها في نفسه ولا يظهرها. إذا كان في الصلاة، إذا قرأ في صلاته، طبعا لمن مذهبه التعوذ في الصلاة، فهنا لا يجهر بالاستعاذة، سواء قرأ صلى صلاة سرية كالظهر والعصر أو في صلاة جهرية كباقي الصلوات. هذه الحالات التي يخفي فيها القارئ البسملة يقرأها سرا، أما ما عدا ذلك فله أن يجهر بها. نعم. إذا ما كان اتصال ننتقل إلى البسملة. نعم نواصل. نعم بالنسبة اتصال المشاهدين. نعم. نعم بالنسبة إلى البسملة، هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، وردت في القرآن الكريم، قيل هي قطعا من كلام الله تبارك وتعالى، وردت في سورة النمل في أثناء السورة. نعم. وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه البسملة الموجودة هنا من حيث اللفظ، من حيث اللفظ نفسها، لكن هذه في سياق والأخرى في سياق. نعم. آخر البسملة لم ترد في سورة واحدة من القرآن، كل سور القرآن لنا أن نقرأ في أولها بسم الله الرحمن الرحيم لمن مذهبه البسملة، إلا سورة براءة، سورة. نعم. التوبة، هذه لا بسملة فيها لجميع القراء. التي في سورة الفاتحة اختلفوا فيها أيضا، هل هي من سورة الفاتحة، تعتبر آية من سورة الفاتحة أم لا، ولذلك نجد مثلا في بعض المصاحف التي ضبطت على العد الكوفي يجعلون بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم 1، الحمد لله رب العالمين آية رقم 2. نعم.
أما المصاحف التي ضبطت بالعد المدني أو العد المدني الأخير نجدها الحمد لله رب العالمين رقم واحد، وكله الأمر يعني فيها واسع. والمذهب الإمام مالك أو المالكي عموما على القول بأنها ليست آية من سورة الفاتحة، وحجتهم في ذلك أن كما قال بعضهم ابن العربي نقل عنه كلامه في التحرير والتنوير طاهر بن عاشور وغيره، قال كفى بها حكما يعني أنها ليست من آية من البسملة أنها مختلف فيها، أنها ليست آية أنها مختلف فيها، لأن آية القرآن ثابتة لم يختلف فيها العلماء. نعم شكرا بارك الله فيك. سنرى إذا كنا نقرأ البسملة في كل ركعة من ركعات الصلاة أثناء الصلاة، ولكن بعد أن نستقبل جميلة من باتنا. جميلة صباحك سعيد، السلام عليكم. جميلة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا ومرحبا أختي الفاضلة، تفضلي. جميلة الشيخ بارك الله فيك. الشيخ يشوف لي إتمام الحركات، قلت لي واحدة الأخت قلت لي ما كيف ديري الحركات، بغيت لي لحظة ما لحظة هذه يعني باني ما نعرف يعني. نعم تفضلي. إن شاء الله على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس إن كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. جميلة. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كبيرة. صدق الله العظيم بارك. صدق الله العظيم وبلغ نبيه الكريم. شكرا بارك الله فيك أختي جميلة على هذه التلاوة العطرة. إن شاء الله غدرتنا جميلة، إن شاء الله ستسمع الإجابة. ولكن بعد أن نستقبل نعيمة من أضرار. نعيمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم تفضلي نعيمة. منين نقرأ؟ نعم من أي موضع شئت. من أي موضع شئت يقول فضيلة الشيخ. نعم تفضلي نعيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سارعوا إلى
ربكم من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أختي نعيمة لو سمحتي بالنسبة للحركات ماذا بنا نصححها في موضعها؟ عرضها السماوات بضم التاء وليس بكسرها. عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ملاحظة أخرى حول الحركات والكاظمين الغيظ بهذا الشكل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أعيدي لو سمحتي. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ملاحظة أخرى في الحركات أو ظلموا أنفسهم، أنفسهم مفعول به منصوب. أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ونعم أعدل سمعتي ونعمة مع تحقيق همزة القطع ونعمة أجر لا لم فيش نقل نقولوش ونعمة أجر ونعمة أجر لازم نسمعوا الهمزة. إذا قلت ونعمة أجر معناتها ضيعت حرفا بحركاته و... واضح. ونعمة أجر العاملين ونعمة أجر العاملين. ونعمة وحدها وبعد كلمة أخرى أمامها أجر كين همزة انظري في المصحف تجدين همزة وفوقها حركة الفتحة أجر ونعم أجر ونعم أجر العاملين. مالي سأشرح ولك إن شاء الله. نعم حسبك يا أختي نعيمة من أضرار الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ نبيه الكريم. آمين. شكرا شكرا بارك الله فيك جزاك الله كل خير أختي نعيمة ربي يوفقك إن شاء الله في حفظ كتاب الله العزيز الحكيم. نذهب إلى شيماء. شيماء السلام عليكم من بومرداس. شيماء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا السلام شيماء. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. نقرأ من سورة صوت الآخر. سورة نعم. أهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى. أعيدي لو سمحتي انظروا جيدا. لا يموت فيها شيماء. نعم الله عليك. أعيدي كما يقول لك فضيلة الشيخ. الذي يصلى النار انظري جيدا في لفظ النار فيه الألف واللام مش يصلى نار الكبرى. يصلى النار الكبرى الذي أعيد لو سمحت الآية الذي يصلى الذي
يصلى النار الكبرى. صحيح الآن صحيح واصلي. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خيرا وأبقى. أعيدي لو سمحتي. والآخرة والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. حسبك. نعم في من خطأ؟ أين الخطأ؟ ستسمعين إن شاء الله. إن شاء الله ستسمعين الإجابة. شكرا بارك الله فيك شيماء من بومرداس. نذهب إلى أمامة باتنا. السلام عليكم. السلام عليكم أم أمامة، تفضلي. نحن في الاستماع أم أمامة، يبدو أنه المكالمة رديئة أستاذي الفاضل. معلش. نعم، إذا في انتظار مكالمات أخرى مشاهدي الأفاضل نصحح ونبدأ من باتنا. من باتنا جميلة. نعم. نعم تفضل أختنا جميلة من باتنا، نشكر على التلاوة الطيبة التي تفضلت بها. كانت سألت عن إتمام الحركات، قيل لها إن قراءتك نعم. قراءتك تحتاج إلى إتمام الحركات. نعم. وصحيح، يعني الذي قدم لها هذه الملاحظة يعني صدقها في محلها. نعم. في محلها. نعم. في بعض الكلمات على كل حال ليس كثيرا، في نحو حين من الدهر ضم في حين مذكورا كذلك الضمة منها، وكلمة منكم خاصة لم تتم الحركة عند حرف الكاف. طبعا هذا إتمام الحركات فيه درجات، يعني فيه درجات، هي ليست بدرجة كبيرة يعني التي تخل بالحركة نهائيا، تحتاج إلى شيء من الدقة فقط. إن شاء الله ربي يوفقها حتى تقرأها صحيحة إن شاء الله. غالب الملاحظات الأخرى متعلقة بالتفخيم والترقيق، بباب التفخيم والترقيق في كلمة بصيرة مثلا، فجعلناه سميعا بصيرة، الباء با قرأتها با على غير الصحيح. لا، ليس عندنا في العربية الفصيحة حرف با، لا يوجد با. باء حتى كي نقولوا ألف باء، يعني الراء عفوا الباء تكون مرققة، قولوش ألف باء. لكن أحيانا لما تجاور هذه الباء بعض الحروف المفخمة تفخم معها خطأ. كلمة مستطيرة، مستطيرة كان الحروف إذا فخمتها يقع فيها الخطأ لكن لا تخرج إلى حرف آخر، أما حروف أخرى كحرف التاء مثلا إذا فخم صار طاء تقول مستطيرة مستطيرة، قريبا من كأنها قرأت بطائين ولست بتاء ثم طاء بعدها. فضة وأكواب، كملوا مع التفخيم والترقيق. كلمة قدروها، قرأتها قدروها هكذا، قدروها يعني بترقيق الراء، هذا غير صحيح. قدروا أن القاف مفخمة ثم الدال مشددة مرققة، بعد يجي الراء مفخم وليس مرققا. فضة وأكواب، هذا الغنة اسمه الإدغام الناقص، النون تدغم في الواو وتدغم في الياء إدغام ناقصا ويكون مع الغنة، ما تقولش فضة و، يعني الصوت يخرج من الشفتين فقط، هذا غير صحيح، لازم يخرج من الشفتين ويخرج أيضا من يعني من الفم ويخرج أيضا من الأنف. أختنا نعيمة اللي بعدها، نعيمة من أضرار، نشكرها على التلاوة الطيبة التي تفضلت بها. الملاحظة الأولى عودة صحتها، من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، النون تدغم في الراء، قولوا سارعوا إلى مغفرة أو مغفرة من ربكم مع إدغام النون في الراء إدغاما كاملا. بالنسبة إلى باب التفخيم والترقيق، عندنا كلمة السراء كلمة الضراء، نقول بتفخيم الراء وليس بترقيقها، قد السراء، لا غير صحيح، السراء هكذا بتفخيم الراء وترقيق السين. ولم يصروا، هذه لما نقرأ لورش رحمه الله يكون مع ترقيق الراء، يصروا بهذا الشكل. ولم تمد الراء، يعني أن الراء لو ننظر في المصحف نجد بعدها الواو، ولم يصروا على مفعول، مقولش ولم يصروا على مفعول، لو نقرأ لورش ولم يصروا على ما فعل بمقدار حركتين. يبقى ما يتعلق بالمد، كلمة جزاؤهم، هذا اسمه المد المتصل،
المد الواجب المتصل مدوب بمقدار 6 حركات، ما نقولوش جزاؤهم بحركتين، غير صحيح، تمد 6 حركات. آخر ملاحظة اللي نبهت عليها ولم تستطع أن تصححها، ونعم أجر العامل، ما نقولوش نعم أجروا. نعم. إذا قلنا ونعم أجروا تركنا الهمزة. نعم. هذاك النقل يكون إذا يعني لما تكون همزة القطع مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة، يجي قبلها ساكن صحيح ومنفصل عنها، هذا نعم. الميم ليست ساكنة وبالتالي لا ينطبق فيها حكم النقل. آخر تلاوة أخذنا شيواء من بومرداس. نعم. قرأت من سورة الأعلى برواية ورش عن نافع، رؤوس الآية في هذه السورة كلها تقرأ بالإمالة، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، تسمى الإمالة الصغرى، يسموها التقليل أيضا أو بين بين، هذه تقرأ بها بالإمالة وليس بالفتح. غثاء أحوى، لما نقرأ بالتحقيق غثاء أحوى، لما نقرأ بالنقل بهذا الشكل غثاء أحوى، هي قرأتها مع تشديد النون غثاء أحوى، هذا غير صحيح فلتنتبه إليها. النقل مع النون هذه التي اللي هي كانت في الأصل نون ساكنة، نون التنوين، وتحركت بسبب نقل حركة الهمزة التي بعدها إليها، تقرأ مخففة غثاء نحو بهذا الشكل. آخر ملاحظة، إن هذا لفي الصحف الأولى، هذا فيها حركتين، هي قرأت إن هذا لفي الصحف الأولى، هذا لفي الصحف الأولى، يعني حركتين أو حركتان في الهاء وحركتان في الذال أيضا، والله أعلم. نعم، شكرا، بارك الله فيك أستاذنا فاضل على هذه الإطلالة دائما للتشجيع على حفظ كتاب الله العزيز الحكيم. نلقاك إن شاء الله يوم الأحد المقبل دائما وفقرة الماهر بالقرآن الكريم. إذن يومك سعيد مبارك وفي أمان الله. نعم، إذن مشاهدي الأفاضل، نسأل الله العلي القدير في هذا المجلس المبارك أن يعيننا على حفظ كتاب الله العزيز الحكيم. أذكروني أذكركم ثم لنا عودة فلا تبتعدوا، جزاكم الله كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. الوضوء طهارة اختص الله بها عباده المؤمنين، والوضوء دليل حسن إسلام المرء، فالمؤمن الذي يحب أن يكون متمتعا بطهارة القلب والسريرة، وهي طهارة الجسد من الداخل، لابد أن يكللها بطهارة البدن من الخارج، فمن حسن وضوءه حسنت صلاته وناجى الله بطهارة متكاملة. ويستحب أن يقول المصلي عند الوضوء في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، وإن قال بسم الله كفى. يروي أبو هريرة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. صدقت يا رسول الله. ويستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقول المؤمن بعد الفراغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن الأمور مشاهدي الأفاضل التي تعين على حسن العبادة التدبر في قصص الأولين الموجودة في القرآن الكريم. نتدبر، نواصل دائما التدبر في قصة موسى عليه السلام في قصصهم عبرة مع أستاذنا الفاضل زكريا عبد اللطيف. الله العظيم وبلغ نبيه الكريم. باسمكم نرحب بفضيلة الأستاذ زكريا عبد اللطيف. أستاذي صباحك سعيد مبارك وأهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا، ويومكم أسعد إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين. فعلا يكون اليوم سعيد عندما نقرأ أستاذنا الفاضل، لأن القراءة مهمة، خاصة إذا قرأنا في قصص الأنبياء التي تكون دائما مرجع لنا في هذه الحياة، لكي نقتفي كيف وجهوا هذه الحياة بحنكة وبحكمة من الله سبحانه وتعالى. كنا دائما نتحدث مع موسى عليه السلام ورحلته مع الخضر للعلم. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، كما تفضلت، هذه القصص ليست للتسلية فقط، وإنما للاتعاظ، وإنما للادكار. صحيح. وخاصة هؤلاء الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق وصفوة البشر، وهم معصومون، عصمهم الله سبحانه وتعالى من الخطأ. حتى لا يبدأ الإنسان يعني بداية صفرية، فلا بد أن يستفيد من الأغيار، وخاصة في قصص الأنبياء والرسل وقصص القرآن بصفة عامة. كنا قد وصلنا معكم في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وقلنا بأن أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم هو سيدنا موسى عليه السلام، ذكر 184 مرة. وصلنا إلى قصة موسى والخضر عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما ركب في السفينة وعرف الخضر، يعني أصحاب السفينة عرفوه ورحبوا به وأكرموه وحملوه بدون نول. كيف مثلا هنا شوفوا يعني عالم من العلماء، شيخ من الشيوخ، نكرمه يعني لا نأخذ عليه أجرة، إكراما وإجلالا له، وهذا من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففرح موسى بهذه المعاملة، وبأن الخضر هو معروف عندهم، وأنه يعني من أهل الفضل والثناء. فقلنا بينما يعني بينما السفينة تبحر في وسط البحر، وإذا بالخضر في غفلة من أهلها أخذ قدوما وغرسه بين لوحتين، ثم نزع لوحة من سقف السفينة فبدأ ينبع الماء، وصاح يعني أحدهم وحذر من هذا الموقف. فسبحان الله، موسى عليه السلام لما رأى هذا الأمر ما صبر، وأي عاقل ما يصبر لهذا الأمر، فقال له: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. وقفنا عند أخرقتها لتغرق أهلها، ولم يقل سيدنا موسى عليه السلام أخرقتها لتغرقنا. سبحان الله. نعم، لماذا؟ لأن موسى رغم أنه كان في السفينة وهو في معيتهم،
ولكن الفضلاء والأنبياء والرسل والدعاة لا يفكرون في أنفسهم أبدا، يفكرون في الأغيار، يفكرون في من حولهم، ولكن ينسون أنفسهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم جدا يعني صعب في تطبيقه، لا يؤمن أحدكم، يعني لا يصل إلى ذروة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني هذا عمل قلبي، وهذا صعب كثيرا، يعني الإنسان يتمنى لغيره ما يتمنى لنفسه. الأصل في الإنسان السوي، السوي نعم، بأنه يحب الخير للغير، لا أن يحسده، لا دائما يريد هو أن يكون الأفضل منه وهو الأنجع منه، لا، وإنما الإنسان يتمنى الخير لغيره، لأنه سيستفيد من ذلك الخير الذي يكون في يد الآخرين. نعم، هو يستفيد من هذا الخير من طرف الآخرين. ولهذا قال سيدنا موسى ونسي نفسه ولا يفكر في نفسه، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني شيئا كبيرا أو شيئا عجيبا. فهنا الخضر ذكره بشرط المصاحبة، يعني لما صاحبه قال بأنك لا تستفتح بالسؤال، فقال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا. وشوفوا هنا ما قالوش لك، ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني ذكره بشرط المصاحبة. فهنا نعم موسى عليه السلام قال لا تواخذني بما نسيت، يعني هذا الأمر وهذا الشرط نسيته، ولا ترهقني، لا ترهقني بمعنى لا تحملني من أمري عسرا، يعني من أمري مشقة، يعني هذا الأمر يعني نسيت هذا الشرط. فصفح وعفى الخضر عن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عفى عنه. والعفو والصفح من شيم الكرام، ويقول الله سبحانه وتعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. خذ العفو، نعم فيه تجاوز، الإنسان يعني يتجاوز. وتقول الحكمة نعم الرجل الكيس المتغافل، مش الكيس الغافل، يعني يعلم هذا الأمر ولكن يتغافل عنه وكأنه ما سمع وكأنه ما رأى، ويعفو ويسامح الأغياء. دفع بالحسنى، نعم الدفع أحسن. ادفع بالتي هي أحسن، وكما قال الشاعر عفوا وفارق ولكن بالتي هي أحسن. صحيح. يعني استمرت الرحلة، ونزل من السفينة ودخل قرية من القرى، فوجد غلمان صبيان يلعبون، غلمان صغار يلعبون، فمباشرة أخذ الخضر غلاما من الغلمان وأبعده، ويعني رج رأسه بحجر ثم قتله. وفي بعض الروايات بأنه نزع رأسه عن جسده، يعني هذا شيء عجيب، يعني شيء مرعب، رعب، قسوة يعني. فسيدنا موسى عليه السلام ما تحمل هذا الأمر ويعلم الشرط، ولكن ما صبر، كما قال الله سبحانه وتعالى فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقاتله. والفاء تفيد الفور، يعني الفورية، ما قالش حتى إذا لقيا غلاما ثم قاتله، لا، يعني بمجرد اللقية كان القتل، لأن هذا الأمر هذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى. فهنا موسى عليه السلام يعني تعجب، أي إنسان عاقل يعني ينكر هذا الأمر. قال أقتلت نفسا زكية، وفي قراءة زاكية، يعني نفسا طاهرة، غلام لم يبلغ الحلم بعد، كما نقول نحن يعني ملائكة براءة، أتقتل نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا أو نكرا، يعني أي إنسان عاقل ينكر عليك هذا الأمر، كيف تقتل إنسان صبي بغير نفس، قتل النفس، نعم قتل النفس بغير الحق. فهنا شدد أكثر الخضر،
قال ألم قل لك، في الأولى ما قالوش لك، وفي هذه شدد عليه أكثر، قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فهنا موسى عليه السلام وضع حدا لهذه الصحبة، فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. هنا عن هذه الجزئية يعلق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، يقول عليه الصلاة والسلام رحمني الله ورحم الله أخي موسى، لو لم يقل للخضر إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا لسمع منه العجب العجيب. وفي رواية أخرى لو صبر لعلمنا منه أشياء كثيرة. هنا يعني الخضر مع سيدنا موسى رأى ثلاث حالات فقط، ولكن لو صبر موسى عليه السلام لرأينا عدة حالات، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أن نعلم منه إلا هذه ثلاث الحالات فقط. ثم بعد ذلك يعني صافح عنه، وسيدنا موسى هو الذي جعل الشرط لهذا لنفسه عند هذا الحد. فيقول الله سبحانه وتعالى فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، دخل قرية، ويقول علماء التفسير هي أنطاكيا الموجودة في تركيا الآن، نعم، فاستطعما أهلها. است يعني الهمزة الوصلية والسين والتاء تدل على طلب الشيء، است يعني طلب الشيء، مثلا نقول استفهم طلب الفهم، استغفر طلب المغفرة، استعان طلب العون. فهنا استطعم يعني طلب الطعام، ويقول لك العلماء يعني طالب الطعام هو أصدق السؤال. لو كان واحد يسألك ويطلب منك مال، ربما هذا يعني ما هوش محتاج حقيقة، ما هوش مسكين حقيقة، ولكن لما يسأل عن الطعام ويسأل عن الشراب أكيد راه محتاج. ولهذا قال استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، كانوا أهل هذه القرية أقواما أشحاء، أقواما بخلاء، أقواما لئام. ويقول لك العلماء بأن الشح والبخل من أقبح الصفات عند الناس، يعني إذا شفت واحد يعني شحيح بخيل فهو لئيم بامتياز، وإذا رأيت إنسان يعني كريم جواد فهذه في كل الصفات والأخلاق والقيم والخصال الحسنة. إذا أكرمت اللئيم تمرد. نعم، ولهذا نجد يعني الأنبياء كانوا كرماء، وعلى رأسهم خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما جاءه الضيفان وهما ملائكة ولم يدري بأنهما ملائكة، يقول الله سبحانه وتعالى فراغ إلى أهله. وش معناها فراغ إلى أهله؟ يعني من الروغان، يعني حتى لا يشعرهم بأنه سيأتي إليهم حق الضيافة. مش هنا بعض الناس يقولوا مثلا نجيب لكم حاجة ولا مكلاه تتعشى ولا لا، لا يعني يقول لك خاوتنا أهل الشام يقول لك لا حبيت تحرج يعني الضيف السألو. الضيف عمرك ولا تسألو تشرب حاجة ولا تأكل، لا. شوفوا سيدنا إبراهيم فراغ من الروغان لا يشعرهم بأنه سيأتي إليهم شيئا، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، عجل كامل اذبحوا لهم، هذا هو الكرم وهذا هو الجود. ولهذا عن الإنسان لما ينعم عليه الله سبحانه وتعالى، يعني معلش نقف عند هذا الأمر وعند هذا البخل والشح بدل وقفة وقفات، لابد أن ينفق. ولما نشوفوا يعني أصحاب السفينة كانوا فقراء بدليل، وأما السفينة فكانت لمساكين، ورغم ذلك يعني حملوهما بدون أجرة. أما هؤلاء يعني طالبوا الشراب وطالبوا الطعام، ولا أحد في القرية أطعمهم وسقاهم. ولهذا يعني لابد على الإنسان أن ينفق، لابد على الإنسان أن يجود بما أتاه الله سبحانه وتعالى، ودوام الحال من المحال. طيب نذكر واحد القصة يعني جميلة جدا يذكرها الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، يقول يعني بأن رجل من بني إسرائيل كان هو
وزوجته على مائدة الطعام، فجاءه سائل، يعني يدق الباب سائل يريد طعاما، فقال هذا الرجل لزوجته اطرديه، فطردته وذهب هذا السائل. ولكن قدر الله سبحانه وتعالى هذا الرجل أن يبتليه الله سبحانه وتعالى بالفقر، فمن شدة الفقر أنه طلق زوجته هذا الرجل البخيل الشحيح. ثم تدور الأيام وهذه المرأة تتزوج بإنسان آخر، برجل آخر، والتاريخ يعيد نفسه كما يقال، وفي يعني على مائدة الطعام، ويأتي سائل، فيقول هذا الزوج الثاني لهذه المرأة من الطارق، يعني سائل، فقاله خذي له كل الطعام واعطيه إياه. ثم جاءت تلك المرأة تبكي، فقال لها الرجل ما يبكيك، بكيت يعني أتبكين عن الطعام؟ فقالت أتدري من السائل؟ فقال ومن؟ قال إنه زوجي الأول، يعني بكت عليه. فقال لها وهل تدرين من أنا؟ وأنا السائل الأول. سبحان الله، يعني دوام الحال من المحال، ومن سره يوم ساءته أزمان. نعم. فلا بد عن إنسان أن ينفق وأن يجود وأن يكرم الأغيار، كما كان هدي الأنبياء وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة. نعم. وأزكى السلام. صراحة الذي يبحر في قصص الأنبياء لا يكاد هكذا ينقطع عن هذه القصص التي كما ذكرت أستاذنا الفاضل، أنه كل كلمة وكل موقف هو عبر لنا في هذه الحياة. نعم. ويصلح لكل الأزمنة، وسبحان الله لدينا هذا الإرث ولا نتعظ. نعم. هذه كيف. المشكلة. نعم. 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 شكرا. بارك الله فيك. إذا سنواصل الأحد المقبل دائما مع قصة الحلقة الأخيرة من هذه القصة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل أستاذ عبد اللطيف زكريا، نلقاك إن شاء الله الأحد المقبل وفي قصصهم عبرة. إذا مشاهدي الأفاضل، شكرا لكل مشاهدنا واستمع وتابعنا وانتفع، سعدت كثيرا بصحبتكم هذه الصبيحة في برنامج ضحى القناة. في الختام تحياتي وتحية الفرقة التقنية التي رافقتني بقيادة المخرجة نادية قادة، والتنسيق سهيلة دومنجي، والإشراف زاهية هني، وكل الزملاء دمتم سالمين آمنين، يومكم سعيد مبارك وفي أمان الله. السلام عليكم.